هلا فيكم حلقة جديدة من خمس أشياء. اليوم راح نذكر لكم خمس ألعاب كانت الأول في مجالها في تطوير شيء معين أو تقنية معينة. قبل ما نبدأ لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة Rise of the Robots اللي صدرت في عام 1994 من تطوير شركة Time Warner Interactive. تم تطويرها من قبل خمس مطورين. هي لعبة قتال فيها طورين، طور القصة وطور لاعب ضد لاعب. الفريق كان طموح بحيث أن تطور شخصيات باستخدام تقنية CGI بدل البكسل حتى تكون أكثر واقعية، وهي أول لعبة تستخدم تقنية الموشن كابتشر حتى تكون الحركة أكثر نعومة وواقعية. من بعدها انتشرت هذه التقنية حتى صرنا نشوفها في كل الألعاب تقريبا، لكن للأسف ما يتم ذكر هذه اللعبة، والسبب بسيط لأن لعبة سيئة والكثير انتقدها على وقتها بحسب الردود أن تم تطوير الجرافيكس على حساب الجيم بلاي. ثالث لعبة معنا هي لعبة Beneath Apple Manor، صدرت في عام 1978 على أجهزة المايكرو كمبيوتر. هي لعبة من نوع روج لايك مثل لعبة Dead Cells أو Enter the Dungeon، لكن هذه بدائية جدا وما فيها أي شيء يذكر صراحة، أكيد بحكم وقت الإصدار ومحدودية الوقت. لكن شيء الوحيد اللي جابتها صح وما كان أحد يتوقع أنه راح يكون شيء ممتاز في السنوات اللاحقة هو تقنية Procedural Generation، وهذه التقنية هي المسؤولة عن أن في كل مرة تموت الشخصية راح تشوف المرحلة تتغير أو الأماكن والأعداء يتغيرون، يعني راح يتم صنع أشياء جديدة بشكل عشوائي في كل مرة تبدأ فيها. ولازلنا نشوف هذه التقنية تتطور وألعاب كثيرة تستفيد منها بشكل أو بآخر. ثالث لعبة معنا هي لعبة باكمان، صدرت في عام 1980. هي أول لعبة تستخدم رسوم متحركة أو مثل ما نسميها في وقتنا الحالي مقاطع سينمائية أو كاتسينز. طبعا اللعبة كانت تستخدمها بين المراحل لشرح فكرة معينة بشكل بسيط وسريع. هذا الشيء صار الشيء المعتاد في الصناعة من وقتها وشيء أساسي لشرح القصة أو وقت الانتقال من مكان إلى آخر. رابع لعبة معانا هي أيضا لعبة باكمان، وتعتبر أول لعبة تقدم قدرات إضافية أو الباور أبس. من بعدها والألعاب بدأت تأخذ هذه الفكرة أمثال ميجا مان، سوبر ماري براذرز، بحيث أنك تأخذ أداة تعطيك قوة إضافية أو حركات خاصة. لكن دائما سوبر ماريو هي اللي تاخذ فضل في هذه الفكره بحيث انها طورتها بشكل اكبر، اداه لطلق النار او المشروم اللي يخليه يكبر. تخيل لعبه قتاليه ما فيها كومبو، اكيد هالشيء تقول عنه مستحيل، لكن نظام الكومبو بالاصل جاء عن طريق الخطا او مثل ما يسمونه الجلتش. تم اكتشاف هذا الخطا في لعبه سيت فايتر 2، بحيث الخطا كان يسمح للاعب انه لو صار سريع كفايه يقدر يوقف الضربة ويسوي ضربة بعدها على طول، يعني يقطع الضربة ويسوي ضربة بعدها على طول. ومين كان يدري ان هذا الخطأ هو اللي بيحدد توجه العاب القتال كلها في المستقبل. وهذه كانت الخمس العاب اللي قدمت اشياء جديدة في عالم الالعاب. عطونا رقم بالحلقة ولا تنسون تحطون لايك والاشتراك بالقناة، وايضا اكتبوا تحت بالكومنتس لو نسينا العاب. يعطيكم العافية المتابعة، كماكم بدي شيحة، مع السلامة.